السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. قراءة أخواتي في الله لورد القوس، رجل القوس وأنثى القوس، قراءة عامة. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو بيا اللايك فضلا وليس أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أبي في الله، أرى تغير جذري وقرار مهم ومفاجأة ليست في الحسبان، وضربة الحظ والمال ليكم إن شاء الله. أبشر بالخير أخواتي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيكم حتى يرضيكم. أرى لقاء بشريك عاطفي، أرى لقاء بشريك عاطفي وبداية حب، وللبعض منصب أو سفر، منصب أو سفر. أبشر في تدخل إلهي، تدخل إلهي من فوق 7 سماوات في فرحة ونجاح وأخبار سعيدة واتصال لفرصة جديدة، في اتصال، هذا الاتصال لفرصة جديدة. بسم الله الكاشف، أرى امتلاك شيء، في امتلاك شيء أخواتي في الله جديد، امتلاك شيء جديد. أرى في هذا توثيق عقود أو شراء شيء، وهذا هيعلي شأنك وهتحس بالراحة، لإما توثيق عقود عمل، لإما توثيق منزل أو نقلة، توثيق فيها شيء هتشتريه، شيء أو هتمتلك شيء فيه توثيق عقود. أرى حبيب عايز يرجع لك، في حبيب يا قوس عايز يرجع لك ويصالحك، أرى حبيب عايز يرجع لك ويصالحك، وفي خروج طرف ثالث، في خروج طرف ثالث. أرى للبعض هنا بتطلب بكل مستحقاتك القديمة، أراك بتطلب كل مستحقاتك القديمة. أرى في انتصارات قانونية، أرى في انتصارات قانونية في المحاكم وتحقيق أمنيات، وتحقيق أمنيات. بسم الله الكاشف، أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الكاشف، في نجاح مهني وأموال راح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقة سامة. للبعض عرض ارتباط، في عرض ارتباط أو زواج من شخص بينكم وبينه علاقة أو حب. بسم الله الكاشف، أرى في ناس هتدخل حياتكم هتأثر عليكم بالخير، هاي الناس هتدخل حياتكم هتأثر عليكم بالخير، وبتكون هاي سبب في نقلة لمكانة، هتكون في نقلة لمكانة عالية في شغلك وحياتك يا قوس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم يا رب العالمين. أرى للمبتعدين، المبتعدين في تخاطر أو تواصل روحي بينكم وبين شخص، ما بينكم وبين شخص. بسم الله الكاشف، أرى في للبعض أنت مبتعد عن الشريك، أراك في منكم مبتعد عن الشريك رغم الحب اللي ما بينكم، أو هذا ممكن يكون من طرف الثالث، هذا من طرف الثالث، لأن أرى في سحر أسود، في سحر أسود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من هذا السحر، لأن أرى في سحر أسود أو جن عاشق، فحاصل ما بينكم وبين الشريك نفور أو ابتعاد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. داخل القناة أخواتي في الله من قبل الأبراج منزل فيديوهات علاج السحر وعلاج الحب.
الحسد وجميع أسرار العالم الروحاني. العلاجات بالقرآن الكريم إن شاء الله منزلها في القناة من قبل أخواتي في الله. أرى هنا للعزاب رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، وللبعض ماضي هيتقفل، وأنت صاحب القرار، وأنت صاحب القرار. أرى ناس قطعوكم ورجعين لك تاني، أرى في ناس قطعوكم ورجعين لكم تاني، وعندك يد مساعدة أو سداد ديون أو سداد ديون. أشوف عند البعض من القوس في فرحة في بيتك، في فرحة في بيتك بإذن الله تعالى. أراكم قلقانين على شخص مريض من عائلتك، أراك قلقان من شخص مريض من عائلتك، عندك حسد من المقربين مؤثر على حياتك كلها، رزقك متعطل، نفور بينك وما بين برضو الشريك أو العمل، ما حابب العمل، تفكر تترك العمل، وتفكر عليك بالتحصين، حصن نفسك. بعض الطاقات عندها وسواس، وهذا من السحر، أثر عليكم جدا. بسم الله عليك وعلى أذكار الصباح وأذكار المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم يوجد امرأة على هيئة بشر بس مثل الثعبان، على هيئة البشر لكن مثل الثعبان، حابة تدمر حياتك. خلي بالك وكن حذر من هي الأنثى. أرى مصدومي من شخصية بتتكلم عنكم، ما كنت تتوقعوا هاي الشخصية أو هاي الأنثى إنها راح تتكلم عليكم في يوم من الأيام، لأنها تكلمت عليكم وأنتم ما تعرفوا، فهنا تنصدموا إن هذا الأنثى أو هذا الست إنها تكلمت عليكم، فأنتم هتنصدموا إنها تكلمت عليكم. أرى في صلح ما بينك وما بين الشريك، صلح ما بينك وما بين الشريك، ورجوع للمنفصلين، واللي يفكر بالانفصال لا تأخذ قرار حاليا، لا تأخذ قرار، اللي بيفكر بالانفصال لا تأخذ قرار حاليا. لماذا؟ لأن حاليا العين شديدة عليك، وهي اللي مسببة لك النفور هذا، فلا تأخذ قرار في الانفصال. بس مال، في مال في الطريق، مال في الطريق ليك بفضل الله تعالى، أو حوالة أو ورث أو ردوع حق بإذن الله تعالى. انتصارات ليك يا قوس على أعدائك بإذن الله، والله أعلم وأعلم. بس قول يا رب، بس قول يا رب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أتمنى من أحبابي في الله أخواتي يدعموا الفيديو بي اللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وداخل القناة جميع أسرار القرآن الكريم، في العلاجات من الأسحار ومن المس وكل شيء داخل القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.